بيان سور حيت انا ما نبغيش المشاهدين ياخذوا عليا نضرب وحده في دور واحد وما نبغيش المخرجين يشدوا عليا دور واحد دونك انا غادي نحاول نعرف نختار لي بروجي ديالي باش كل مره يشوفوني في بيرسوناج جديد باسكو الممثل هو هذا الممثل كي خاصو يمثل ادوار مختلفه ماشي يتعرف غير بدور واحد والحمد لله ملي دري صروخ شاف فيا بلي نقدر نعطي في بوليسيه يعني اللي هي بعيده كل البعد على التباكيك ولياقه وداكشي عندك كاينين كيعجبوني الافلام ديال الخليع كيعجبوني بزاف لي فيلم داكشن وهذا انا علاش عجبني بزاف باسكو فيه الاكشن نبغي نمثل شي دور يكون تاريخي اللي يدوي على التاريخ ديال المغرب اللي نشوفوا فيه المراه المغربيه في زمان كيفاش كانت فاش كانوا عندنا القبائل اللي كيحكموهم الناس يعني هاد الافلام انا كيقيسوني بزاف يكون فيهم تاريخ ويكون فيهم موضوع وتكون فيهم واحد الميساج غادي يوصل نقدر نقول لك ما عنديش فنان اللي كانت انسبيرا من بزاف ديال الفنانه يعني صعيب نقول لك عندي واحد الايدول ديالي اللي غادي نبغي نكون بحالو 100% عندي الانسبيراسيون من انجلينا جولي من توم كروز من براد بيت يعني سا سي دي غران اكتور عاد عندنا في المغرب عندي مجدولين ادريسي كاينه فاطمه خير تبارك الله ما شاء الله يعني بزاف ديال الفنانه كتاخذ من هذا كتاخذ من هذا كتاخذ من هذا باش تعطي نتايا اما الا نديرو كوبي كولي ولا سميتو ما يمكنش سي با بوسيبل كاين عندي واحد لو بروجي سميتو الو فلوكا ديال المخرج هشام جباري اللي غادي يكون عندي فيه واحد البيتي باساج او طون كو غيست غادي يشوفوني انفورماتيسيان يعني عاوتاني حتى هذا دور مختلف وكاين اعمال واحد اخرى اللي ما نقدرش دابا ندوي عليهم حتى يسهل فيهم ربي ان شاء الله اول حاجه كنشكر نيوز على الاستضافه ديالهم ليا كنشكر كاع المتتبعين ديالي كنبغيكم بزاف كنتمنى لكم التوفيق وكنتمنى ديما نكون على حسن ظنكم شكرا لكم قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس اكثر من مجرد خبر